طوحت العود. يعني طيحته، طشيته. قلعته. برد برد يا عبد الله، برد برد. شوف شوف النار زين. بكره العرس، بكره العرس. لا ما له دخل. ليش هالصجوه هذه ناقصه صوت الاشياء؟ لا اي قسم بالله اول مره تغلط في حياتك. الاجواء هذه والله ناقصها السوده. بضاطينا بفرشتنا بضونا، بس ايش المكان يكون في السوده ولا في ابها؟ والله اما في الرياض درجه الحراره 40، بس اني حبيت سويت الفكره هذه عشان غير جو، عشان كانكم رحتوا ابها ضيافه بس انكم ما رحتوا. منطقتين اللي ابي اجي كانكم رحتوا السوده وحاي. هذا ولد من؟ هذا ولد منيره. قلتها لا هذا ولد منيره، ولد رفعه، وهذا هذا هذا ولد، هذا ولد جوليا اللي جايين سياحه. اها سياحه. اعطاك اللي ما يويلك انت. انت ولد جوليا. انت وجوليا اي ابعد ابعد والبلد بلد بلد. يا 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 تشيلدرن يا يا تشايلد تشايلد راسك يا كريزي يا يا اللي اعطاك اللي ما يويلك. اعطاك ما مش ايش عنده؟ في بدو هناك عند الاجانب. سلطان اعطاك اللي ما يوي لك. ولد عبيده جاء جولي عبد الله. اي نفد لحيك. كيف الفكره؟ كيف الفكره؟ كان احنا نسوي اسماء. فرتجي فرتجي عيال ترى جار برد. في رشات مطر، جت مطر مطر بس ما ادري ايش رشه برد. انت هذا لابس نظاره. هذا فله في خله قرب يخلص. خليني اللي يخرب هالمطر. ايش باخذ ايش باخذ؟ لا عشان ما يخرب هالمطر. شوي شوي انا شايف شب تشماغ مثل وجهك. ما شاء الله الغيوم. شوف الغيوم، شوف الضباب. ضباب ضباب خل الغيوم الضباب. ها شوف الضباب. دقيقه 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 ابروح اشتري ورد اللي يحطونه على الراس. كم شوف الضباب. حيا الله من جاء. ولد منيره وينه؟ مرحبا مرحبا. هذا هو طلعت من المستشفى. ربكم خير. اي والله اني طيب. يلا حي. وين ولد صالحه؟ سام. اي انت راك انت اللي دائما تخرب الطلعات. انت تخرب الطلعات دائما. مزكب وعليك حراره. مزكب وعليك حراره انت. لا لا اموري طيب. ها شوف الا ولد منيره هو اللي يزعجنا كل يوم. دافي دافي دافي. انا دافي دافي كل يوم انه هو منصرع. بس هذا ولد جوليا ما يعرف المناطق هذه. جوليا اللي ما يويله. اوه تسارع. اي هذا نهايه الطقطقه. ابو خضران استاهل. هذه نهايه ولد جوليا. عبد الله السلام. عبد الله انت عايش برا اليوم. شوف الضباب عندنا في السوده. احنا بالسوداء الجنوب يا رجال. الحين ترى كنت دائما تخرب الطلعات تتعب. يجيك صداع صداع. انا اللي طل ياخذ الكوره وياخذها ونلحق وراه ولين ما اعطاك اللي ما يوي. حي الله ابو عبد الله مرحبا. ريان انتبه على الضيفان. ريان حركت القدور. حركت القدور. حركت القدور. حركت المعاميد. حركتها. ريان 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 اجلس اجلس. حلوكم. ايش تبي؟ والله طيبين يا ابو عبد الله. اكثر من اللي صار. ريان اجلس يا ريان. ريان ريان ها يا ولد. مين اللي قاعد؟ انا اكلم. انسى عجني. وش صار عندكم البارح؟ مش جاء عندكم؟ ما جاء. والله جاء علوم يا ابو عبد الله. والله جاء علوم يا ابو عبد الله. ما تسرك. اي والله اكل. الحمد لله على كل حال. هذه سلسله برنامج. انا والله حطيت في موقف انقهرت فيه. لو انا مكانك اتوقع اني منجره صراحه. موقف تدري اني ما ادري ايش يدور عندكم وش يصير. والله ما تسمع. تسوون كذا تسوون كذا. ما تسمع. دريت انت اللي قاعد يصيح. و جاني بهاج والشر لي وراح. دريت انا في علم. وجت اللخبطه وجت الدنيا لين جاني عاد علمني. وقف مسعود الله الله يستر عليه. والله يجعل خير له. قول امين. اي بالله اشهدك. والله ما طال. والله ما يا اخي شفت هو ما عليه خوف ولا عليه. بس احنا اللي علينا الفقد. اي والله هو والله هو اللي تري شو اسمه حازم بنا ومحزننا. والله الفقد بس ودي اني حتى تكلمت. شوفي برد ما قدرت يا ولد. تدري ولا واحد تكلم. ما حد تكلم. حجزنا يا ولد. موقف صعب والله. صعب. كنا متوقعين 1%. والله ما تكلمنا ابد. حجزنا كلكم ابد. ارحي وفالح والله كايف. كان احنا بالسوق ترى رضا مو بدخان. طيب سلطان اي بالله حي ذيك الديار. حي والله البراد. حي والله العيون الزين. حي والله سلطان. هلا بيه. هلا بيه. عشان ياخذ نقاط. ما سمعت حق ريان داخل معكم. ما قريت. جالس معكم يا مكتب اسمي. ما
وش هو ذا؟ كتب اسمه كتب عتاب رسالة عتاب مع ولد قشران. من هو؟ ضياء. ايه قال عبد الله خوة شاشة عشان نقاوم يمون عليك. ها؟ أنا والله إني طلعت ما شاء الله علي أرسلتها لنفسي. أنت حلوة جبارة. وش الرسائل؟ وش كانت فقرة ولد قشران؟ ايش قصر؟ وجهه مروع. اكتب رسالة عتاب لشخص في المنتجع هذا. سلم. حلو. في المنتجع هذا. حلو. عاطفة على شيء معين. حلو. تدف من البرد ريديك لا تتوجه. فيا ولد طالعت. كتبت الرسالة. شباب وجه. قال اكتب الاسم بعدين عاتبه. وانا اكتب سلطان حميري. ايوه. وانا اعطيه اياها بدي اخاف اني اقول ويبتسم. قال تفضل قل رسالتك وانا اوجه رسالة. تكفى. وين اوجه الرساله؟ وش كانت الرساله؟ ايش كان مكتوب؟ زي العتاب وزي الوصيه وزي عرفت؟ حلو. اي فقلتها. جميل. طيب واخوانه ايش كتبوا؟ مسعود كتب المن. الله. مسعود مكتوب. الله عليك. رفع خلا ورقه. مسعود مكتوب. اعلم الخلطه اللي فيه وجبتها بالطعم. جبتها بالطعم؟ اي. في انا حاط خلطه خاصه بس الخلطه اللي معروفه موجود. وش اللي انت؟ اقول النبات اللي فيه. قول. كليل جبل صح ولا لا؟ صح. ما يبان يكمل خلاص بالصعد دقيقة بس في خلطة ثانية بعد انا مسويها بيت في شيء محتوت والله مجنون ماشي اتوقع ما راح يضبط لانه ما شبت خلها كذا منظر قدام المتابعين خلها منظر اصلا تصدقون بعض العوائل وانا وعائلتنا منهم بعض الاحيان اذا ما شبت الضوء ولا شيء ولا مثلا ما فينا ناخذ حطه بكذا منظر حق التصوير حق التصوير فهمت؟ يعني هذا حق الشكل بس هو شب 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 ودخون وحياه والسود وبسطه اي بيشب لوكيشن طبعا الشلالات شوفها طبعا هذا الهواء اللي يجيك من فوق الشلال الله يستر عليك وبعيد يا عبد الله الشلال اسولف عن مسعود اقول ما عليه خلاف بالعكس يمكن لو جلس هنا هذا البرنامج انا متاكد انه بيلقى له جماهيريه برا بيلقى الناس و بيلقى متابعين ويستاهل ابو سعد والله ما عليه خلاف يقول والله بنتي لها كم يوم يومين مدري ثلاثة تعبانة هوني ما علمت أحد وقال لنا إيه و الله يستر عليه الفقد علينا حنا والله إنه من أقوى الناس اللي خروجه عليه قوي والله إني أقول صادق هو اللي عشنا عشان مسعود اللي يتفق على ما شاء الله عليه الجميع الله يستر عليه ترى الفقد ما هو الفقد الدنيوي يمدينا عليه يعني 20 يوم بنقابله ولا 10 ايام والله وبسلطان زعلنا انا جيت في موقف صح بزين مقفل علي رجيل قهر غبنت غير كذا احنا اللي فينا كافينا يا رجيل احنا بينه وبين صدورنا شيء واجد المشكله كنا مستهنسين الحمد لله فجأة مع ريان ما توقع ابو سلطان ودي انها راح ودي انها ارتاح من راي اخويانا يجونا 10 ايام ايش اللي بكفيهم لا بلا بطاطين ولا بلا فرش ولا بلا كراسي قال هو ايش قال راي كان المفروض يجون ساعه 5 ايام قبل النهائي بس اخويانا اللي قتلها 8 ايام يقعدون عندنا بيجون 10 ايام هذا اللي بيجي مثلا اول يوم ثاني يوم اخر يوم جيبوا فرشكم معكم جيبوا فرشكم معكم ما كنتوا تسمعوني منشنوهم منشنوهم يجيبون فرشهم معهم بطاطين انا شيء ينامون في الكمبارس لا مو كمبارس الله لا يهنا يجلسون عند ابو هشام بالغرفه هذه يرقدون يوصلنا المرحله انه سلطان نروح ننام في بطانيه واحده يا عيال تقسموا من كثر ما عاد في بطانيات مع اللي ترابيب تقسمون عيش بطانيه ما اخذها انا اخذتها اياك هذه بطانيتي انا عندك قصه اي والله انا قالي لي واحده رهيبه طنيتي بشربها لنا ولا ايها بشروبها اياك اعني واسمعي اخ يا ريان اياك اعني واسمعي يا جاره تعرفون إيه. يعني مثل الكلام اسمعي واسمعي يا جاره هذا هو المثل هذا واحد اسمه سهل ابن مالك الفزاري ترى انا احاول اني ادخل في المود خذ راحتك ابو عبد الله يا رجل حسني في حلم اغط كذا واقوم راسي ذابحني عظامي هاودي يا سولف شوي تسلم مسا ابو عبد الله هذا رجال اسمه سهل بن مالك الفزاري اتوقع اي يقول طالع مره يا باله رجال اسمه النعمان سهل بن مالك ذا طلع يقصد له رجال في ديره ظهر ومر ببعض احياء طي يقول مهم يوم وصل من اول لا وصلوا لهم ديره يسالون عن راعي المحل ولا الشبه ولا اكبر شخص في القوم ولا شيخ عشان ينصونه يدرون اما عنده عشاء ولا غدا ولا اي نعم سال عن سيد الحي قالوا هذاك رجال اسمه حارثه هذا بيته وروح له راح يوم وصله سلم الرجال ما فيه حارثه ذا دخل
لقى اخت الرجال ذا. يوم عاين لها المرة اللي رحبت صوت. قالت يا مرحبا بك عد هذا المجلس. وهذا مجلس حارثة. ايه. وهذه القهوة. وهذا المحل. استرح. والرجال ما ادري بيجي عقب يومين ولا ثلاثة نضيفنا. جالس الرجال. وهو جالس يتقهوى طلعت هي بتزين امور الغداء وما طلعت. يقوم طلعت. كيف يا سيار؟ تعال يا سيار. تعال في بطن سالفة عقول بس سالفة. تدفهم البرد يا ولد. تدفهم البرد. جت بطانيه معك انا ما ك... علي علي ولد. انت ترك تعب مسخ سودة احنا بالسودة يا ولد لو انك جالس في البيت احسن لك عنك بتخرب علينا طالع تسلم ابو عبد الله خل سياف يلحق طراف السالفه تعال يا ابو محمد هذا التلفريك اللي في السودة تخربان هذا اللي وزع علينا الورد هو اللي يجي بس ما يقول هذا رجال اسمه سهل ابن مالك الفزاري حلو الله الله ظهر ذاك اليوم يبا رجال اسمه النعمان بالله العاد شب عشان عشان قصه سلطان اي ما تبون شاي نطبخ بس انا عشان قصه سلطان بس تكمل اسلم ما بخليها ماي اسلم معك يا ابو ظهر سهل بن مالك يبغى له رجال اسمه النعمان ومر حي من الاحياء يقوم مر الحي سال عن سيد الحي طبعا في دربه وطريقه ورايح سال قال وين اكبر بيت ولا راعي المحل ولا راعي الشبه ولا قال هذا رجال اسمه النعمان الحارث الحارث هو ما وصل النعمان هو في طريقه على دربه في طريقه مر له ديره ثانيه ومن اول مر الديره ينصام شيخها ولا كبيرها فيوم اي يوم مر قال وين سيد الحي قال هذا رجال اسمه الحارثه مر عليه وتقهوى عنده يوم جاء البيت ما لقى الرجال لقى اخت الرجال ذا قالت يا ولد يا مرحبا اقلط هذه القهوه وهذا المحل يرحب بك واخوي بيجيك عقب يومين ولا ثلاثه. يا سلام. جلس يتقهوى قامت المراه بتزين غداه. عن اذنك بروح اجيب مفرحات. خذ راحتك. يوم طلع يوم طلعت المراه يقول يوم طلعت المراه هذه كل مراه اللي مزيونه وشكلها اي ووقفتها ومشيتها و... يقول له يوم تبين اي يوم قامت تسولف اللي هي واضح انها سيده النساء يعني مره من يعني حسنها براي. من حسنها اي رايت بيت امراه صالحه يقول يوم شافها ما عاد يدري كيف يكلمها قال بيكلمها يخاطبها بس ما يدري كيف قال قبل خطبها لازم ابين لها شوف هل هي بتقبلني ولا لا ولا اني بجي كذا على وجهي طبعا المحبه حتى قبل خلاص ما يبى الا زواج الحب العفيف يبها على سنه الله ورسوله شاف منها نظره شيمه اي نعم قال بكلمها بطريقه ان وافقت خطبتها الله يلعن ابو الحظ قال يا اخت خير البدوي والحضاره سلام كيف ترين في فتى فزاره فيه سلام هو طبعا يقول وقف جنب يوم دخلت البيت يوم دخلت قسم الحريم جاء ورا اللهم صل على محمد اي جلس يقول على الخباء تعرفون الخباء ذا؟ أيوه. جلس وراه وقام يقول الأبيات يا بها تسمع إيه؟ قال يا أخت خير البدو والحضار الحضار. أنت يا أخت خير البدو رجل والحضار كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة الله يقول هي تطلع عليه البنت إيه؟ سمعت البيت أصبح يهوى حرة يا أخت خير البدوي الحضارة كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة اسمعي أنت في فناء البيت يقول يوم سمعت الكلام دارت أنه يقصدها يقول هي تطلع حسا ما ردت عليه قالت ماذا بقول قالت ماذا بقول طفى تكفى يا ولد قالت نقص لو تلفتر ما راح يحرق الاذن قالت ماذا بقول ذي عقل اريب ولا راي مصيب ولا انف نجيب فاقم ما اقمت مكرما ثم ارتحل متى شئت مسلما يعني عين خير يعني عين خير يا ذي بارد اي يقول طلعت له مره قالت عين خير وركض ما اقمت ما شئت اجلس تراك ضيف انت ابقى ضيف اجلس ما شئت ولا بغيت وقطع الخزوة غير الكلام وغير الكلام لا قطع لا اسمع الله يستر عليك متى ما بغيت امشي اركب ذلولك والله يستر عليك اذلف يا غش كش الرجال حلو
قال هو ما أردت منكرا وأسوته، يعني أنا والله ما بيك منكر ولا بيك رداء. قالت صدقت. المهم أنها استحت تالي إيه يعني. استحت أنها حتى تسرعت، هي شكت فيه. المهم راحوا ارتحل أنتي الضيف راح مشى إيه راح وراح للنعمان اللي أقصده وأكرمه ويوم خلص رجع. يوم رجع أزر يتعدى بيته، قال لازم أسلم على الحارثة. يقول قال لازم أسلم على الحارثة، برجع أسلم. يوم خلص من النعمان يجي يقول يسلم على أخوها، يقول هو يقيم عنده يوم وهو يتعشى عنده، ما علمه بالسالفة. يقول هي تجي أنت يا البنت، وجاء أخوها إيه حلو. هي ترسل عليه قالت يا ولد، شافت أن الرجال يوم شهدت أخوها قال للرجال ذا ونعم إيه بالله، ولا علمها السالفة ولا علمت هي السالفة، قالت الرجال ذا ونعم وهذه علومه كلها. هي ترسل عليه مسؤول قالت يا ولد بغيت الزواج اخطبني من عند أخوي التصوير بس إيه نعم، وإن كان لك حاجة أو خطبة فتراني أنا أسرع منك عليها. تقول هي البنت يوم الله أراد أنها تزي. يقول يوم وصله الجواب ويروح لأخوه ويسلم عليه قال يا ولد هذا وما حصل وذا وما حصل وذا وما حصل بس. وأنا ذا الحين جايك مع الباب خاطب أختك. قال أبا أخذ شورها، يوم أخذ شورها قال تراني زوجتك يا سلام ولا رجع عندي زوج الله اسمع دقيقة بس ترى بخليه يطلقها. لا 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 أنا تذكرت تعرفون الحكوات اللي في باب الحارة. مسرم خلص إيه تزوجها ورحبها وسلامتكم. هذا المثل طبعا يقال للشخص اللي يقصد شيء ويبي يسمع اياك اعني واسمع اياك. الحين عندي انا عندي كلام يا اخوان، انا جايب الحين مفرحات. تعرفون لو قد طالع السود لازم نجي معكم مفرحات. يا سلام يا سلام، تراها شكل حق التصوير يعني لا حد لا حد يقرب. لا شوي شوي شوي، لا 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 انا اقرب لك والله والله لعلم امي والله لعلم امي عبد الرحمن والله والله مع امي والله ما اعطيتوني ايباد يا دعوه بصور بصور ايبادك شوي 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 بصور انا باقي بصور والله اعلم خالتك سالم يا عيال بصور الله يضغطك يا شلهيب الله يعلم ما يعني على جو شوي صور على جو صور صور يلا يا الغبنه البس البس يلا هذا انا بصور سناب يا اخو باقي ما طلعت جوالي المخفي اللي من يوم 10 سكريبت وانا ظهره رد 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 انت خشمك رد يلا خلينا نشوف اخرتها يلا هذه حق التصوير لا حد يذوقها ولا شيء انا اخذها الطلعه الثانيه عزل الشيخ كايف بس برد يا ولد عشان عشان في السوده برد انا شايف والله ان هالغاز من جرفينا وحنا ما ندري شخص شخص يلا يلا بتصور الله ارحبوا حي الله العيال ارحب 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 مليون يلا حيهم جلستنا بالسود اليوم مرحبا يا الله العيال هلا 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 يا مرحبا يا حي عبود ارحب السود اليوم طالعين كيف الاجواء بالله انا اللي مطلعهم اليوم بالسود ارحب قوموا قوموا يا ابو عابد مرحبا يلا حيهم فرحات الحياه شبت النار شرفتنا يا ابو عابد الشرف لي الله يجعلنا نشرف طلعنا ولا مطلعنا صح نسينا انت مطلعنا ايه اللي نشرف والله انك مطلعنا بالله حاول تحط عليه هنا اي 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 اخر سناب يسوي لي منشن طبعا انا اغراض غرفتكم ها غرفتنا ايش غرفتنا اقلوا غرفتنا هذا الشاي رجع 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 الشاي يا ولد رجع رجلي اعطاك اللي ما يا ولد بعطيك دراهمك اوه ولد لا لا ما هم من عندنا هذول والله اللي ما انتم مثل كرم المطالين اشهد بالله حتى حتى الاعداد لما رونا والله ما يتعدلين اي طاق ما يروح لين ياكل الاعداد غرفه الطالب والله ابشر اقول والله على قرف غار جديده كل مالها تزيد اعضاء بدون ناس كانت جانا مسعود ترى جانا قبل يطلع يا ولد دخل على غرفتنا انا رياض فيك حراره رياض هي بدايتها كم كانت
أربعة والله أنا والله بالي منك بلاك شيء سيد الشيري بهار سلطان هميد عيال فجأة الشليب لا أول واحد فجأة نواف عتيبي لا لا سلطان اللي جانا صار الطلبات خالد الدوسري خالد الدوسري سلطان اللي جانا ما كان عنده سرير والله غرفتنا اللي صارت ديوانية الرجال غانا خذ سريري سعد طيبا على طيب كل يوم على يوم دخل غرفة المقالي أي واحد يدخل أطلع غرفتنا والله العظيم فيها من الكرم كل مر عز الله يمر وياه اجحد يلا كلكم ما حد جاك ما حد جاك اذا دخلت عندك طال عمرك الا لا حد يارك حد يارك حد يارك تدخل بحذاك ليه ايه احنا المهم إيه؟ انا قررت شيء تجي تتوقع اليوم وصل لي على اخبارك كمباسك 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 قطعه وخزوه قطعه وخزوه قطعه وخش ما قطعه الله ذو الخش غرفتنا انظف غرفه بشهاده محمد عيسى نعم شهاده زياد زياد خبر مجينا حتى زياد يخاف يخاف ناصر ناصر الحربي ابو نايف لما يجينا فوق ياكل من اغراضنا نعطيه خاص بياكل احنا نعطيه عبد السلام الحربي كل يوم يعطيه بسعر عبد السلام نبيع ريان ريان والله ظني ما خلاك تطيح وتقول عيال ما في مكان الا ضوه كل شيء تطابيع خلاص اول مره يذبحنا الحرب السوده لا لا خلاص الحرب هنا طالع تدري ليش تدري ليش عشان الحرب كله كبرت ما اصبر كبار كل البيت اللي يقوله من كثر ما ايش يقوله لو يساقي هالمطر ما شفت حوش هنابت من كثر ما ادري شو يقول ما ادري الهواء اقدامها الطرقيه ولا حاجه قصدك البرش الزوليه يقول احبك الزوليه زي كذا فاحنا غرفه المطاليق طبيعي ما تكون نظيفه كل الشعب فيها اللي ياكل واللي يتعيش واللي يجيب عياله يتمشون واللي لا يرد قال لنا طار الطعام سرتنا يرد السرير قال طار الطعام هذه حديقه اللي مو انت قولوا لا اله الا الله قطعه وغزوه قطعه وغزوه قولوا لا اله الا الله قطعه وغزوه ريانه بعد شوي بعد شوي وين؟ صور وين؟ 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 أنا ما أشوفه صورة من الجمهور العزيز صورة صورة ما أدري أنا قاعد أطالع من النخلة يا والله أن فيني تكاك أنا سلطان سلطان جايبين الجلسة والضوء والأغراض في الأخير باقي فيك تكاك لا الحين زان خاطري أنا بعلمك ترى ذا كله عشانك يا عمري طلعك السودة طلعك السودة والله زي انت فاضي السجن الرجال يا ابو عبد الله اي سؤال خروج وين لقيته وين لقيت صدق ما علمت انا فتحت مشرم اربع مرات درج مسعود درج مسعود اي فتحت اربع مرات شفت ابراهيم مدري شلت ابراهيم دريت انه هناك فتحت اربع مرات المكان الوحيد اللي ما فتشته فتش ليه انا فتحت اربع مرات ما في سليهيب انت تفتش وين العيال قالوا لي يا اخوي حاطين يسار اقصى شيء يقول لي انا رحت بدل حجاري وقابل مصعب قال تدري الشلهيب اربع مرات يفتح درج مسعود يسوي كذا ويطلع ما يشوفه ايش دراني اقول لك الغرفه الوحيده اللي ما دخلت دخلها شلهيب من طول الشنبه ما يحد يقطع العيون هبلي هبلي ولا تبين هبلي وقيه وقيه اول مره بسام يستخدم حكر في الكبير شوف نفسك فيه بيض اطراف على الطاري الوقيه انتظر ان شاء الله تجين طاقي حلوقيه العود انا صد عود ان شاء الله طيب والله ما تجر ان شاء الله طيب كله يا ابو عبد الله بهذه المناسبه سلطان ما يمدي بعدين سلطان بما انك تفتح متجر من برا المملكه عندي يا جماعه اي واحد يفتح متجر ترى شركه سراج اللي هي شركتي تخدمه في اداره الحسابات بالتسويق تجيب له عملاء تكتب له محتوى كل ما يخص هذا الامور فيكم كلكم حتى المقا قاعد يصفق مدمنين العود يبغوا يسرقوننا حلو العود احنا سمعناه اطلع برا المملكه سلطان مروكي اشريها مروكي كل الانواع من دنوسي لا المروكي اندونيسي لا الهندي الحين تحت في الهندي عطني عصير عطني عصير عيال اطفر من العود عصير يا اخر مره والله اني شاري يمكن ب كلكم تسوقون خلنا نسوق العمر 11 استخدام خاص لي ولاهلي سعود عود يا ولد سلطان والله ترى حلو الشيء اللي انت تحبه تقبل تجاره لانك راح تبدع فيه احسني بسوي تجاره احس يقول عندي صناديق شوف احنا اذا رحنا مصر التجاره اللي بتسويها احنا بنروح مصر مو قلنا بعد ما يعني انا مو واحد كل اكتشفت اني واحدكم كلكم اسافر برا انا وياه لا انا قايل لك انا بعد ما اطلع غير من ابراهيم تحت اقصى بشهر بروح مصر ناخذ دوره اعلاميه كذاب حتى وقال لي بروح اي والله قسم بيت والله يا سلطان ما لكم داعي هذا سوق السراج هذا القفله وانت عطور انا بسوي هذا عطور عود عود اعلانات نص السعر بعد البرنامج مجاني اول شيء ان ار اي 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 99 يلا وش سوي ايش قال ايش رايكم ناخذ بخاف كتب على الجدران سنباتنا والله عيب يا عيال عيب وين العيب وين العيب سناب انا ايش قايل انا هذا اعلان اعلان لا رجال اعلان عادي قدهم يكتبون سياره الحارث يطلع لهم عربي عبد الله شليب بيطلعكم بالعربي بس من البحث هذول كلهم هذول كلهم كفو
شاف سلم سليم قال غبو هذا ضباب يا غبي احنا الحين بنمشي الضباب انت والله الله يجود عليك يا ريان اي والله بالعافيه اي والله يكثر خيرك حط لي خصم 100% انا وكل سكريبتين كل سكريبتين لا لا ليبر ليتر خليتا اي واحد اسمع بس تعالنا تعالنا سوي تخندخ تخندخ اسمع شاهي قافله خصم لي والفريق دعمي والأهل التربة والمقوم والأهل الطائف وجدة وأبها والجنوب والخميس كل الناس جميع خيرية والرياض وقرية العليا والنعيرية هاقولوا لا إله إلا الله ورانيا والخرمة وبراكة جيرانة والخيالة والباحة اسمع ودي الدواسل حطها سبيل في تربة والطائف أصبر وين موقعه؟ والخيالة دقيقة شك صار؟ وش بقى يا ولد؟ خميس مشيط طريق المدينة العسكرية قبل السوق الشامي قبل السوق الشامي أي واحد من جماعة ولا مصابين بالحارث الطايف يروحون ولهم مجانا على كيف ريال والله بيخسر يا عيال مو بكذا سعد والله عندي محل أسبوع لكل المتابعين ببلاش نعم بلاش أسبوع واحد أشهد أن سعد الشيري له فقدة أي بالله بلاش أي والله والله ما تقول انا جيت اترزق قال والله جيت اخسر وريت اروح اسبوع اسبوع بس اسبوع جيت اسبوع 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 كم تطلع 5000 يستاهلون متابعين انا صانع اسرع 5000 في اسبوع هذه نعمه 5000 اذا بطلت 4000 علي اسمع لا طلع علي حساب الجمهور لمده اسبوع احمد ربك اي والله احمد ربك ها اسمع إذا اسمع دقيقة إذا طلعنا إن شاء الله إذا عندي فلوس دايم السكريبت بسرعة كنت اسبوع حساب كل جمهور القناه اذا عنده فلوس ركزوا يا اخوان اذا عنده يعني اسبوع يشترون بلاش بس خلاص اي احد يروح للمحل اسمع سلطان اي احد يروح المحل ياخذ مجانا ويسجل يفتحون سجل الدين على سلطان اليمين الحين اللي ماسك والله كلنا مع سلطان كلنا مع عبد الله يروحون يبشرون بس الوالد واحد من الشباب عبد الله بن بلقاسم العلاني جاي الله يسلم نعم نعم. علياني من إيه؟ شفت العلاء لا من عندنا من عندنا من تهام انت ما ادري هبه علياني شفت العلاء الا في 70 نعم ايوه في بس اقصد الدياره لا الدياره الا العلايا العلايا شواص شواص صح شواص و اللي يحدونهم الحلفات صح ايه الحلفات يا زين ذيك الدار والله نجي تمشي البشاير وخلاص البشاير حره الحلفات فيها راح ابو زيد هنا صح صح كله كله في شبك المنجم جبك المنجم ما تعرفون شفت اقص الديار بر ترى هذا جوجل ماب السعوديه قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا يروح هو جذابه بدون سياره جذابه لا ما تروح لا جذابه ما تستاهل عيب ما يطلعها من دياره جذاب والله ما يطلع ما يطلع من البرنامج اللي هو بيع شير سكوتر لا جبت قاعد احب سكوتر جذابه طلع يا صنان هارج جذابه اسالك سؤال سريع هذه مالتك ما هي مزيونه لكن لو جاك فيها مليون مهمزيونه مهمزيونه يا بالعلم قل له القصيده قل له قل له والله لدرجه اني اخاف عليها ما اصورها اخاف عليكم زين 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 يا زين والله ايوه والله زين اسمها بزين زين ايوه اذان اذان وش اذان اذان لا بس خواتها خواتها جعلهن يفتحن خبرنا ركزت على اذاني صدق معنا لا في ذمك يوم طلعت في العيد يوم عيدنا شوي راس رسامها بطلع قلت ترى فلانه 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 يفتنك يا ولد كره من ايش؟ والله ما ادري الحين لو ارجع قلت حقت خواتها زين سلطان كم عمره جذابه؟ بعدين يا المخنز أفري معك جوبه ولا تعطينا نتكلم ولا تعطينا ندق لا لا كان الجوال مو معمز يا ودم والله ترى مظلوم أنا للحين أقول مظلوم والله العظيم الرجال ما شوفه يفتح ولا شوف أنت وين هاطه تغير المتعلمين استخدامي له الظرف ما هو ظرف الأمر كل أمر ظرف أمر معم يمكنني زيد قلت لك زيد قلتها والله ملومك فيه يا أبو شف المتعلمين الأمر طيب أو أصحاب جلسة أثر نبغى شاي نبغى شاي تراك واضح ترى شوفك اذا اخطوا تراك واضح تراك واضح شوفك من جالس معانا الماء المعطي من الماء يا سياف شغال ولا طافي شغال ولا طافي اس اس من 30 شخص اركض اخوي عامر اركض 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 اركض
عيال من 30 رجال. ذكي هنا والله ذكي من 30 رجال والله يا ولد ذكي هذا ذكي على المخ صغير بس ذكي معلومتي الحين ما عندي فكر اسبوعين انا بعد الله اقول من 30 رجال الى 1 2 3 4 5 6 7 8 غير العيال اللي فوق اللي موجودين على الشاشه 7 ايش؟ الحين موجودين 8 7 حلق ثلق ثلق ربك خمك سعدك ثمن رجال ايه بعد 20 يوم المكان ذا شيبه ايه شيب ولا احمر احمر ايوه عيال سويدين ذا يسهل هذا حنا طلع عنده حساب تويتر طلع عنده حساب تويتر سويدين ايه ساعتي ساعاتي انت خدت اثنين والله اثنين هو الوحيد اقسم بالله اني صادق يا اخوان تدرون وين شفته قبل شوي طلعت قبل الصلاه الفجر والله العظيم اني مع الدرج قدني في الدرجه الثانيه اللي خلاص ما عاد الا غرفنا انه ناس بعدين ما ينزل خوف كذا كذا لا احد ينزل ثقه لا احد ياكل فواكه الشباب لقيت سويدين ما ياكل فواكه الله يلعنه شوف خلطه هاتها انا بشوف انا متاكد ولا لا والله انا عرفت لا 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 ميرميه فيها انا شوف اربع انواع ميرميه وكليل اللي عرفتها اللي عرفتها انت اربع طيب حلو بس ماني بقهله والله سر المهنة وفي واحد جاب العدة قال بس ما حد يعرفها انا اراهن عليه بفلوس يا حد بس والله بطل طيب تكلفك تجيبها وكذا اجريش اكيد انا ترى ما اجيب نواش المفروض عندك مزرعه ما اجيب نواش اجيبها من مزرعه كلها بس متوفره في الجنوب كلها ايوه خص في نبته اتوقع ان حتى هنا ما هفي الرياض هنا اضطريت انهم يخلوا لي يجيبوا لي ناشف الخلطات عشان ايش؟ عشان هو يطبخ عشان ايش عشان ما يدقك ها يا حي ذكس ايوه خضره ورق خله خله خربها بس تكفوني يا ذي تشوفونها